نقول قال الإمام أبو شجاع الأصبهاني أو الأصفهاني في متنه المعروف والمشهور بمتن أبي شجاع فصل. قلنا فصل، هذه الكلمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا فصل، والفصل لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لدال جملة من العلم اشتملت على فروع ومسائل غالبا. اسم للدال يعني اسم للألفاظ، باعتبار أن هذه الألفاظ تحتها فروع ومسائل، يبقى هو اسم للألفاظ. فعندما نقرأ هذا الفصل ونتلفظ به بألسنتنا فيكون الفصل عنوان لهذه الألفاظ التي نتلوها، فهو اسم لدال جملة، الدال اللي هو إيه؟ اللي هو الألفاظ، وليس اسما للمدلول اللي هو المعاني، وهذا على التحقيق. وبعضهم ذهب إلى الثاني، وفي المسألة أقوال كثيرة وآراء متعددة، بلغ بها المحققون إلى 8 أقوال كما ذكر ذلك الإمام الباجوري في شرحه لتحفة المريد، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، في كلامه في تحفة المريد ستجدها في أول البيوت أو أول الأبيات، هذه جوهرة، تكلم على هذه إشارة الإيوة وإلى آخره، وتكلم على التراجم وعلى وعلى إلى آخره. فصل. وفروض الوضوء 6 أشياء. فروض الوضوء، وضوء بضم الواو، وضوء بفتح الواو. الوضوء بضم الواو اسم للفعل، يعني ايه؟ يعني اسم لوضع الماء على الأعضاء، وضع الماء على الأعضاء وضوء. الماء الذي يهيئ لكي يوضع على الأعضاء وضوء، فالوضوء بالضم اسم للفعل، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يهيئ للاستعمال وليس اسما لكل ماء. فلا يصح أن أقول الماء الذي في نهر النيل وضوء، لأنه لم يهيأ للاستعمال بعد، لكنني إذا أخذت ماء وأضعته في إناء وقصدت أن أتوضأ به يبقى ده وضوء، لأنه هيئ للاستعمال في الأعضاء. وأما الوضوء فهو الفعل، والوضوء من الوضاءة مأخوذ من النظافة والوضاءة والنورانية، وفي الشرع الوضوء عبارة عن إجراء الماء على أعضاء مخصوصة بشرائط مخصوصة بنية، تعريف كده بسيط. يبقى عبارة عن إجراء الماء على أعضاء مخصوصة بنية. الأعضاء كام؟ 4 ولا 3؟ 4، 3 مغسولين وواحد ممسوح. 3 مغسولين الوجه، اليدين، الرجلين إلى المرفقين. الممسوح إيه؟ الرأس. انتوا ما بتتوضوش ولا ايه؟ ولا طول حياتكم ماشيين تيمم؟ طيب، والوضوء باعتبار كونه
اسم لي أو مصطلح شرعي أو معنى شرعي له شروط وله فروض وله سنن وله مكروهات. يبقى الوضوء يا مشايخ له شروط وله فروض وله مستحبات وله مكروهات. والوضوء مسائله كثيرة ومسائله لطيفة، ولا يحسن جمع مسائل الوضوء وضبط سننه إلا من تمكن في الفقه. ولذلك سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. لماذا خصت الوضوء؟ ما الشافعي يحسن كل أبواب الفقه؟ لا، الوضوء مسائله منثورة وكثيرة، والإمام الشافعي ظهرت براعته وصناعته في إحسان الوضوء، إما فقها نظريا وإما فقها عمليا. ولذلك عد بعض علمائنا إن سنن الوضوء 44 سنة، ذكر ذلك الشيخ القليوبي. السنن الوضوء كام؟ 44. حد منكم يعرف الـ 44؟ كبير كل اللي يعرف له 10-15 إلا ذكرهم متن أبي شجاع. طب فين الـ 44؟ 44 سنة. وكان هناك بعض المشايخ ألفوا ووصلوا بسنن الوضوء إلى 100، فوق 100 كمان. طيب، شروطه وفروضه. وبعضهم بيقول الفروض هي الأركان والأركان هي الفروض، لكنهم يعني عند المدققين والمحققين قالوا بأنه هنعبر في جانب الوضوء بالفروض لا بالركن، لأن الفروض تشعر بيعني أنه غير يعني غير ما اشترط فيه يعني الموالاة. لما نقول فروض يبقى يجوز تفريق النية، ويجوز ان انا اغسل عضو واقعد اتكلم في التليفون نص ساعة وبعد كده اغسل العضو الاخر بشرط عدم عزوب النية وهكذا. لكن الاركان لا، الاركان قطعة واحدة، كتلة واحدة متماسكة، يشعر لفظها بأن ما بين الأول والثاني موالاة، وما بين الثاني والثالث إلى الآخر موالاة. فالركنية تشعر بالموالاة والفرضية لا، ولذلك عبروا في جانب الوضوء بالفروض لا بالأركان. هتلاقيها عندك هنا في الحشو، وحضر لنا أشياء من عندك عشان فيها كلام لطيف عندك. قال ولسه هنتكلم بقى على مثل هذا، بس نبدأ بالفروض. الفرض هنا معناه اللغوي إيه؟ معناه يعني القطع والفصل. وأما الفرض هنا فهو جزء الشيء الداخل في حقيقته المحقق لهويته، بلك فهو بمعنى الركن. ففرائضه هي أجزاؤه التي لا يتحقق إلا بها ولا يوجد إلا بها. توضأت بلا غسل لم يصح وضوءك، مسحت بس، قدمت ركن على ركن، لم توالي، لا لم توالي، الموالاة دي سنة على الجديد وعلى القديم قالوا بأنها يا مولانا ركن، كلام طويل فيه. طيب يبقى الفرض هو الركن بمعنى الركن، لكن هم أثروا التعبير بالفرض لما نبهنا عليه من دقيقة. وفروض الوضوء ستة أشياء، ستة أشياء بالنص. الستة مذكورين فين؟ مذكورين في الآية القرآنية، اقرأوها كده
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب إلى الكعبين. فين بقى الستة؟ إذا قمتم، العلماء استنبطوا من إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام والإرادة اشتملت على النية، أدي أول حاجة، هذا أولها. إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أدي أول حاجة، وأيديكم إلى المرافق، أدي تاني حاجة، وامسحوا برؤوسكم، أدي تالت حاجة. تالت إيه؟ ما احنا قلنا النية، غسل الوجه، غسل اليدين، المسح أربعة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. خلي بالك إيه؟ تنصبها، اوعى تجرها على هذه القراءة، لأن في قراءة تانية بالجر، عارفين ما تقلقوش، في قراءة أخرى بالجر، وقراءة الجر دي لها توجيه، ولها توجيه لطيف جدا جدا جدا، ولكن في قراءتنا انصب، لأنها معطوفة على إيه؟ معطوفة على الأيدي. طب والأيدي ما هو العامل الذي توجه إلى الأيدي؟ العامل الذي توجه إلى الأيدي وهو الغسل، فيكون كذلك العامل الذي توجه إلى المعطوف هو كذلك الغسل، فتكون الأرجل يا مولانا مغسولة وليست ممسوحة، عشان الشعر بيقول لك إنها ممسوحة. طيب ربنا يمسح عقلكم، ربنا مسح عقلكم أصلا، مسح إيه؟ ده عقلكم اللي ممسوح. طيب يبقى الستة مذكورين في الآية مش مذكورين؟ رقم اتنين، أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والهيئة الفعلية التي تعتبر تفسيرا للقرآن، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الستة أشياء. طب لو كان هناك شيء واجب لذكر، لكنه لما لم يذكر دل على أنه ليس بواجب. الحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء، ولا الوضوء؟ الوضوء ولا الوضوء؟ ليه؟ لأنه سألوا عن الفعل ما سألوش عن المية، ما هو الوضوء هو المية، فاهمين ولا مش فاهمين؟ بارك الله فيكم. نقول تاني، سألوا عن الوضوء ولا الوضوء؟ سألوا عن الوضوء، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الست، ولو كان ثم غيرها واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرجل الأعرابي سيذهب إلى باديته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. من هنا الإمام الشافعي فهم. طب الآية قالت خمسة، فين السادس؟ قالت النية، قالت غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، قالت مسح الرأس، قالت غسل الرجلين إلى الكعبين. فين السادس وهو الترتيب؟ الترتيب خدوه منين؟ أي برضك من أيضا، بلاش برضك دي لحسن الطلبة ما يعرفوش لغة مصرية، برضك بمعنى أيضا، فلما أسف وأقول لكم برضو تفهموا معناها إيه؟ أيضا. أخليكم إن شاء الله تقولوا نكت بالمصري. وأيضا فهم إمامنا الشافعي برجاحة عقله ودقة استنباطه وسعة اطلاعه وفهمه العميق الترتيب من الآية، قال لك كله بالقرآن عشان ما نزعلش القرآنيين. كله بالقرآن يا مولانا. طب فين يا سيدنا الإمام الشافعي؟ ما هي الناس يظنون
أن الدلالات لابد أن تكون دلالات صريحة يا أخوانا، يعني بلاش كده. الأوائل ومن بعدهم إلى هذا الزمن الغابر المعكر بالعقول الظلمة، ظلمة يعني إيه؟ يعني ظلمة، ظلمة، ظلمة يعني ظلمة، عشان لما أغلط تبقوا فاهمين. فهموا أن الدلالات لابد أن تكون دلالات مباشرة، وليست هناك دلالات بالاستنباط والمعاني الدقيقة. لابد أن يأتي الشرع ويقول الترتيب ركن من الأركان. لا، لأن لم تكن هذه طبيعة العرب، بل العرب كانت لديها تعبيرات واستنباطات دقيقة جدا في الكلام، فنزل القرآن حتى يعجزهم بما هو أدق مما عرفوا. فالإمام الشافعي قال هو ربنا سبحانه وتعالى ساق الكلام على أسلوب العرب. قالوا ازاي يا مولانا؟ قال أصل ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأول إيه؟ ما الذي ذكره؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم، يبقى ده إيه؟ متجانسين. ووضع معهم شيء غير متجانس وهو المسح، ثم عاد ثانية إلى الغسل. فكون إن يفعل هذا يدل على أن هناك نكتة، بحث في كل النكات لم يجد سوى الترتيب. قال لأن العرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لنكتة ودقيقة، والدقيقة والنكتة هي الترتيب. هو ذكر مغسول، بعد ذلك ذكر ممسوحا ثم مغسولا، لما فعلت هذا؟ قال العرب لا تفرق بين المتماثلات والمتجانسات إلا لفائدة، ولا فائدة غير الترتيب. يبقى الإمام الشافعي أتى بستة أركان للوضوء من خلال الآية. طيب، الحمد لله، رضي الله عن سيدنا الإمام الشافعي. وبعض العلماء اختلفوا في هذا، ولا علاقة لنا، نحن شافعيون إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أولها ستة أشياء. عندك أشياء اللي فيها؟ لأن أشياء اختلف الناس فيها، هل هي ما يعني مصروفة أم ممنوعة من الصرف؟ طيب، قالوا لا، ممنوعة من الصرف، واختلف العلماء في سبب منعها من الصرف. قال إيه عندك بقى؟ وفي لفظ أشياء بين القوم أقوال، قال الكسائي إن الوزن أفعال. صح كده عندك؟ هات بقى عشان أنا أقول الفايدة اللطيفة دي منه، لأن أنا حافظها من ما يربع عن 20 سنة. يا سلام، بارك الله فيك. قال أشياء هي اسم جمع لشيء، اسم جمع وليس جمع لي، والتحقيق في تصريفه ما قاله سيبويه من أن أصلها شياء كحمراء، نقلت همزته الأولى قبل الشين، إن عندنا همزة قبل الشين وهمزة بعد الشين، نقلت همزته الأولى قبل الشين لأنه كان إيه؟ حمراء، شياء، اتنينهم شياء في همزتين. طب إحنا عايزين نعمل إيه؟ خدنا همزة بالك وحطناها قبل بعد الياء وقبل الألف، فبقت إيه؟ شياء. نقلت همزته الأولى قبل الشين كراهة اجتماع همزتين، فهي نقلت، هي أصلا الاثنين كانوا شياء زي حمراء في همزتين، ما هو الهمزة الألف حمراء دي كانت همزة، فإيه اللي حصل؟ قال هناخد همزة ونضعها في الأول، خدوا الهمزة وحطوها قبل الإيه؟ قبل الشين، فبقت أش ياء، هي كانت قبل كده إيه؟ شاء ياء تقريبا كده. بينهما كراهة اجتماع همزتين، ما هو أنت حطت همزتين جنب بعض، والمتماثلين
فيهم ثقل إني أنا أنطق بالهمزة الأولى ثم أعود مرة ثانية لأنطق بالهمزة الثانية. اللسان يرجع إلى مكان ما اشتغل قبل ذلك. كبالظبط كده أنا هروح للسيدة زينب أجيب كتاب وأحط الكتاب، ثم بعد ذلك أذهب إلى السيدة زينب وهو مكان إقامتي أجيب الموبايل. مشقة ولا مش مشقة؟ بالضبط كده، أنت نطقت بالهمزة وبعد ما نطقت بالهمزة الأولى عدت إلى مكانها مرة ثانية، إلى نفس مكانها، فيها شيء من الثقل. معلش أصل ده كان تخصصي قبل كده. أنا تخصصي قبل كده من حوالي 25 سنة كان قراءات، وبعد كده يعني غيرت عشان هوايتي فقه وأصول وتفسير ولغة. والقراءات يعني رحمها الله كراهة اجتماع همزتين، يبقى حطينا همزة في أولها وهمزة في آخرها وجعلنا بينهم الشين وجعلنا بينهم من أجل ألا تجتمع همزتين يثقل النطق بهما على اللسان. بينهما ألف أشياء، الألف ده بتدينا مساحة للراحة، بننطق كده ونرتاح بمد مد، فالمد هذا يؤهلك بعد ذلك لكي تنطق بالهمزة. الهمزة لما حضرتك تدرس علم القراءات بل حضرتك يقول لك الهمزة دي أصعب الحروف وأشدها، لأنها منين بقى الهمزة؟ قال لك من أقصى الحلق مما يلي القفص الصدري. الهمزة منين يا مولانا؟ من أقصى الحلق مما يلي القفص الصدري، أولها همز فهاء، ثم بعد ذلك ما هو أنت عندك دلوقتي المخارج الحروف في مخارج كلية وفي مخارج يا مولانا وفي مخارج جزئية. المخارج الكلية خمسة، والمخارج الجزئية كام يا مولانا؟ 17 كما قال ابن الجزري، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم الوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. فالهمزة أشد الحروف على الإنسان. يبقى عندنا مولانا كم بقى مخارج؟ عندنا خمس مخارج كلية. يبقى كلية بمعنى أن كل مخرج من هذه المخارج تحته مخارج جزئية. الحلق ده اللي هو ايه؟ اهو الحلق ده اللي هو الحنجرة، كل الحنجرة من اول هنا كده اهو لغاية لسان المزمار، دي كلها الحنجرة. هذه الحنجرة اللي هو اللي بيسموه الحلق خلاف الجوف. الجوف هو الفراغ اللي هو اللي فين؟ اللي هو فيه الحلق وفيه الفم، ده اسمه مخرج، مخرج كلي. الجوف ده مخرج كلي، الحلق ده مخرج كلي، اللسان ده مخرج كلي، واخد بال حضرتك؟ الشفتين مخرج كلي، وهكذا. يبقى عندنا الحلق ده كله مخرج واحد كلي، ينقسم إلى ثلاثة مخارج جزئية. في الأقصى مما يلي القفص الصدري، ثم بعد ذلك الوسط يخرج منه حرفين، ثم بعد ذلك الأدنى مما يلي يعني اللي قريب من نهاية اللسان ويخرج منه حرفين. ولذلك قال له همز هاء، يبقى الهمز أوله، ثم عين حاء، طيب، وبعد ذلك غين خاء، يبقى دي ثلاثة. طب احنا محتاجين بقى للمخارج في ايه؟ في الفقه هتدرس الكلام ده. يقول لك البلغم لما يخرج للظاهر، الظاهر اللي هو ايه؟ يقول لك الغين. يبقى احنا نشوف العلوم كلها بتصب على بعضها يا مولانا، فخلي بالك عشان اشياء دي حلوه برضك يعني فيها فايده لطيفه. قال كراهة اجتماع همزتين بينهما ألف. ده عندنا الإمام الشاطبي
ألف في اجتماع الهمزتين، واخد بالك، اجتماعها في كلمة واجتماعهما في كلمتين وهكذا. فوزنها حينئذ لفعاء على وزن يا مشايخ حمراء، وحمراء ممنوعة من الصرف عشان نهايتها بألف التأنيث كصحراء، لكن حمراء واضحة. أشياء مش واضحة. ليه؟ لأنك تنظر إليها بعد نهاية التصرف فيها، لكنك لو لاحظتها في البداية هتجدها مثل لفعاء، مثل حمراء، ومثل صحراء. وقد نظم بعضهم الخلافة في وزنها فقال: في وزن أشياء بين القوم أقوال. لا، في بس. قال الكسائي: إن الوزن أفعال. وقول الكسائي في إشكال، لأن أفعال لا تمنع من الصرف، أقوال ممنوعة من الصرف. من أقوال الإمام كذا وكذا، أو من أقوال، هذه من أقوال منيفة جيدة. طب ما هي نونت، والتنوين يعادل المنع من الصرف، جرت بغير إضافة، وهي مما ينافي أحكام المنع من الصرف. ولذلك صاحب الألفية بيقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرادف. ده كده حكم المصروف. المصروف منون. طب غير المصروف؟ غير المصروف لا ينون ولا يجر إلا إذا أضيف أو كان يعني محلا بألف. يبقى إن الوزن أفعاله، لا ده في إشكال، لأن أفعال لا تمنع من الصرف. وقال يحيى بحذف اللام: فهي إذا أفعاء، هي محذوفة اللام، اللام اللي هي إيه؟ ما هو بيقول لك وزن أفعاء أصلها إيه؟ أفعاء لا، ولكن حذفت لامها. وهنا قال أصلها أشياء على وزن أفعلاء، فحذفت اللام فصارت أفعاء. لا، يبقى كده إيه؟ أفعلاء، يبقى حذفت اللام وصارت أفعاء، مع أن أشياء يجمع على أشاوي، يبقى هذا ليس جمع لأشياء، كعذاري وأفعل. طيب كلام لطيف. وسبويه يقول: القلب صيرها لفعاء فافهم، فهذا تحصيل ما قالوا. طيب يبقى أشياء يا مولانا ممنوعة من الصرف لأنها كحمراء، ألحقت بحمراء وصحراء وهكذا. أولها أحدها النية. طيب يبقى النية هي الركن الأول من أركان أو الفرض الأول من فروض الوضوء، هي النية، ويتعلق بها أحكام نظمها بعضهم. هتلاقي النظم ده اللي هو ذكره الشيخ الباجوري هنا، ذكره الإمام الرملي في نهاية المحتاج: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. شيل يا مولاه، خليه كده نتبرك بيه. طيب أولها حقيقة، يعني هذه أحكام النية السبعة. فالنية لها حقيقة، أي لها معنى في اللغة ولها معنى كذلك في الاصطلاح. معناها في اللغة مطلق القصد، ومعناها في الاصطلاح قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. فلا بد وأن يكون القصد مصاحبا لأول العمل، فإن تقدم القصد على أول العمل
سمي عزما. وأما إن صاحب القصد أول العمل سمي نية، فالنية قصد مصاحب لأول العمل. طيب هي دي. ولذلك لابد أن تفهم أن النية لابد أن تكون حاصلة مع أول مغسول من الوجه، حقيقة حكم، والنية لها حكم. إيش حكمها؟ حكمها أنها ركن وفرض من الفروض. حقيقة حكم، محل محلها القلب، يعني مكان، يعني حصولها، مكان حصولها وهو القلب. النية محلها القلب مش العقل، لا القلب. حقيقة حكم، محل وزمن، زمنها أول العباد غالبا حتى نخرج الصيام، لأن الصيام النية فيه ليست أول العبادة، لأن النية بالليل، وأول العبادة وأول العبادة أول جزء من الفجر. حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية، يعني هيئة معينة، وهذه تختلف باختلاف الأبواب. كيفية شرط، والنية أيضا لها شروط. آت يا مولانا كده نذكر الشروط من هنا لأنها مهمة. شرطها الإسلام، أول شرط من شروطها الإسلام. ولذلك من ليس بمسلم لا تنعقد له نية عندنا، لا تنعقد له نية. والتمييز، يعني كذلك من ليس بمميز لا تقع منه نية. والتمييز ذكر العلماء فيه أنه مرتبط بسن، وبعضهم قال لا ده مرتبط بحالة، وهي أن يصل الطفل إلى يعني مرحلة يستطيع أن يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويستنجي بنفسه، كما ذكر ذلك شراح المنهاج. هذا بقى قد يكون قبل السبع، قد يكون بعد السبع، بيختلف. وفي زماننا أعتقد أن الطفل من 4 سنين أو 5 سنين صار مميزا، ده بيمسك الآيباد وبيخش على النت وهو عنده 4 سنين. والله العظيم، ويعرف حاجات أنت أبوه ما تعرفهاش، ويأكل لوحده، تقدم له كده الأكل ويأكل لوحده، يرفض أن أنت تأكله، يبقى يأكله لوحده، يشرب أيضا لوحده. خلاص صار مستغنيا في الأساسيات عنك، صار مميزا، ويستنجي لوحده، يدخل بيوت الراحة الحديثة وعارف فين الشطاف وفين وفين وفين، وبيستعمل هذا بمفرده، يبقى استقل بعض استقلال. ولذلك كان يا مولانا مميزا. المميز تصح منه النية. ولذلك مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لأنها مظنة التمييز، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهما في المضاجع، يبقى هو ده التمييز. طب إن لم يميز لا تصح منه نية. ولذلك عند التمييز ابدأ مع أولادك وعلمهم الصلاة. ليه؟ هيعرف ينوي. أنت بتعمل إيه يا بابا؟ يقولك أنا بصلي، يعني عارف بيصلي، يعني بيؤدي، يبقى هو عازم، هو ناوي وعارف. عيال اليومين دول حلوين، يعني دول شباب النت. والله جيل صعب، يعني جيل صعب، التعامل معاه صعب شويه، واخد بالك؟ وانت عارف يعني. ربنا يخلي لك. والعلم بالمنوي من شروط النية ان يكون عالما بالذي ينويه. انت هتنوي ايه؟ صلاة. يعني ايه صلاة؟ يعني يا بابا اقف واركع
واسجد وهكذا، يبقى عارف اهو يعني ايه الصيام. يعني انا اسيب الاكل يا بابا، ده انا بتكلم عن المميز يعني، بس هو عام بالمميز وغيره، يعني ان انا ما اكلش طول النهار من اول ما يؤذن الفجر لغايه الى ان يؤذن المغرب. وامتنع بقى عن ان انا احط اي حاجه في بقي، يبقى لازم يكون عارف اللي هينوي ايه. الحج قبل ان ينوي الحج لابد ان يتعلم الحج باركانه وشروطه وكذا الى اخره، فلا بد ان يكون عالما يا مولانا بالايه، بالمنوي، يعني بالذي ياتيه بما ينويه، لانه يستحيل ان ينوي الانسان المجهول. تنوي ايه؟ تقصد ايه؟ زي بالظبط كده انت رايح فين؟ انا رايح ماشي كده وبدون ما يكون معاه جي بي اس يعني. انا رايح الهرم. طب انت عارف الهرم طريقه فين؟ ما يعرفش. كيف يقصد شيئا يجهل طريقه؟ قصد المجهول ده مستحيل، لانك ممكن تاخد طريق اسماعيلية توصل لغاية البحر الاسود المتوسط والجزم. الجزم يعني ان يكون جازما مؤكدا لما يأتي به، ما يقولش والله نويت الوضوء إن شاء الله قاصدا بذلك التعليق، يعني إن شاء أنا هتوضأ وإن لم يشأ لم أتوضأ، لا أنت مش جازم بقى. إن فعلت ذلك على سبيل التبرك بها ونعمة، نويت الوضوء إن شاء الله تبركا باسم الله سبحانه وتعالى، أما لو قصدت التعليق إن شاء توضأت وإن شاء ما توضأتش يبقى أنت متردد، والنية لا تردد فيها، خلي بالك دي حاجات مهمة. وعدم الإتيان بما ينافيها، يعني ينبغي ألا تأتي ما ينافي النية بأن تقطعها، يبقى تستصحبها من أول الوضوء إلى آخر الوضوء ولا تقطعها. ما تجيش كده وانت بتمسح على راسك ها تقطع النية وتقول خلاص نويت عدم الإكمال وعدم الإتمام، يبقى ده قطع النية. يبقى ذكرنا كم شرط يا مشايخ الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام تمييز، ثلاثة العلم بالمنوي، الجزم يبقى أربعة، خمسة عدم الإتيان بما ينافيه. مين اللي قال خمسة؟ أنت جادة. بعد كده قال وحقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط، قلنا الشروط، ومقصود حسن. مقصود حسن يعني أن النية لها مقصد، وهو تمييز يعني العبادات عن العادات، أو تمييز رتب العبادات المختلفة، تمييز الفرض عن السنة، يبقى ديت مقصد النية. المقصود من النية أن تميز العبادة عن العادة. ما الذي يميز وضع الماء على الأعضاء إن كان للوضوء وللعبادة، وإن كان من أجل التبرد، وإن كان من أجل الغسل من الوسخ؟ النية. واحد قال لمراته مثلا روحي عند ابوكي وما ترجعي ليش، مش بيقولوا في الفقه انها كناية؟ ممكن يبقى قاصد روحي وما ترجعي ليش لان انا طلقتك، وممكن روحي وما ترجعي ليش استريح شوية. صح ولا لا؟ ما الذي يميز هذه النية عن هذه النية، هذه الحالة عن هذه الحالة؟ نية مولانا، بتميز الاشياء بعضها عن بعض، بتميز العبادات عن العادات، بتميز العبادات في رتبها المختلفة. دي سنة، ركعتين الصبح وركعتين الصبح فرض وركعتين السنة نفل، الصبح نفلا وفرضا. ما الذي يفرق بين ركعتي الفجر وركعتي سنة الفجر؟ النية. ده مشتبهين جدا جدا، فالنية أتت لإزالة الاشتباه بين الأشياء. وهنا طبعا
انتهينا من البيت حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. طيب خلي دي كده يا مولانا بارك ناخد منها ما لابد منه. قال بعد ذلك النية عنده النية عنده يعني النية تكون عند أول مغسول من الوجه. يقول لك هنا النية عند غسل الوجه، لا النية مش عند الغسل، النية عند المغسول. الغسل اللي هو وضع الماء على الوجه، أنا عايز بقى مش عند الوضع، لا أنا عايز لما اتغسل، لما لامسه الماء وسال عليه، النية تكون عند سيلان الماء على هذا المغسول لا عند وضع الماء. ولذلك قالوا إيه؟ النية عند أول مغسول من الوجه. وهنا الشيخ الباجوري بيقول لا ده كان لازم إن هو يقول عند أول مغسول، عند غسل الوجه يعني عند أول مغسول من الوجه، لأنها إن وجدت إن لم توجد عند المغسول لا يعتبر ولا يكون مغسولا ولا رافعا للحدث ولا غيره، فلا بد أن تكون النية عند أول أول جزء يغسل من الوجه، لا بد وأن توجد النية عنده. طيب خلصنا كده. قال الوجه عند أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك لا بجميعه، مهمة. يبقى المعتبر أن تقترن النية بجزء مغسول من الوجه، ثم بعد ذلك تكون النية مستصحبة إلى آخر العمل. يعني مستصحبة يعني ألا آتي بما يقطعها ولا ينافيها. الردة والعياذ بالله تنافيها، فأول الوضوء اتوضى، وسط الوضوء والعياذ بالله خرج من الدين، حد ضايقه كده سبله الدين، وهو عارف ان ده دين يعني دين الاسلام، ويعني ويعني عشان ما حدش يقول لك ايه احنا عاملين فتوى الفلانيه في سب الدين. عارفين سب الدين في تفاصيل، احنا بنقول بس قطع الاسلام في اثناء النيه، قطعها ينافي استصحاب النيه. ولذلك طيب ما هي بقى صور النيه؟ قالوا صور النيه يا مولانا كثيره ومتعدده. صور النية كثيرة ويا مولانا ومتعددة، من ضمنها أنه ينوي الوضوء الواجب، أو أولها ينوي رفع الحدث، من صورها أن ينوي رفع الحدث الذي عليه. من صورها أيضا أن ينوي الوضوء للصلاة، أو أن ينوي الوضوء الواجب، أو أن ينوي الوضوء المفروض، أو أن ينوي أداء الوضوء وهكذا، أو أن ينوي استباحة الصلاة. صور كثيرة جدا للنية وفيها كلام وتفاصيل كثيرة، نتركها لكتاب مطول. يلا اللي بعده. والثاني فين ده الثاني؟ وغسل الوجه الثاني من الفروض غسل جميع الوجه وليس غسل جزء من الوجه، ينبغي أن يغسل جميع وجهه. وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن اللي هي مجمع اللحيين، ومن الأذن
ومن شحمات الأذن إلى الأذن عرضا. يبقى ده كده العرض، أولها هنا أهو، آخرها هنا، أولها أهو منبت الرأس المعتاد هنا أهو إلى هنا أهو، الذق مجمع اللحيين. طب لو واحد أقرع ملناش دعوة بيه، لو افترضنا إن هو يعني ده منبت طبيعي وأصل، هيبقى منين؟ من هنا. طب ده هو أقرع لغاية هنا، لا ده مش من يبقى قرعته دي مش راس، مش وجهه، دي راسه. عرفنا بقى حد الوجه منين يا طب ولما جعلتم حد الوجه هذا؟ قالوا لأن الوجه تقع به المواجهة، والمواجهة لا تحصل إلا بهذا. قال خلينا بقى في الكتاب احسن، ده احنا كده هنروح في الهباب. وغسل اليدين الى المرفقين. المرفقين يا مولانا حاجه لطيفه، هنا هعرف لك المرفق بطريقه سلام يعني هضم الحشيه دي. بيقول لك واليدين من رؤوس الاصابع الى الكتفين، ده في اللغه من رؤوس الاصابع اهي الى الكتف هنا، دي الايدين من هنا لغايه هنا، دي كده الايدين. ده عند مين؟ عند اللغويين. وعند الفقهاء في باب الوضوء من رؤوس الاصابع الى المرفقين، وفي باب السرقه من رؤوس الاصابع الى الكوعين. فاليدين قد اختلف استعمالها من باب إلى باب، ومن فئة من العلماء لفئة من العلماء. ولذلك وانت بتقرأ مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللغوي ولا الفقيه؟ طب والفقيه في أنه باب؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. تقول والله طيب احنا بقى هنروح ونقطع ايد السارق من الكتفين، لانه دي الحقيقة اللغوية، تبقى انت مغفل لانك مش فاهم يعني دلالات الالفاظ ووضعها في الابواب المختلفة. ده هي كده في اصل اللغة، ولكن سيدنا رسول الله وهو السنة العملية لتطبيق القرآن لم يقطعها من الكتفين. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بس ما قالش ايديهما لغاية فين؟ ده في عند اللغويين في اللغة اليد من رؤوس الأصابع إلى الكتف، يعني أنا أشيل إيديه لغاية هنا؟ لا، ليس هكذا، ده في قراءة واخد بالك أيمانهما، والسنة العملية بينت وإلى آخره. لما نصل إلى باب السرقة سنقول، ولكن في باب الوضوء إلى المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. أولئك القرآنية قالت واغسلوا وأيديكم إلى المرافق. طيب المرفق بقى هيقوله هنا اهو، والمرفقين تثنية مرفق. قال وهو مجموع العظام الثلاث، عظمتي العضد وإبرة الذراع الداخلة في بينهما. انت عندك كده حضرتك ادي الذراع اهو، الذراع ده داخل منه عظمتين كده، واخد بالك اهو، بص تحت كده امسك كده بايديك، ايوه في عظمتين اهم، صح؟ صح، عظمتين اهم، وفي هنا في عظمه كمان اهي. يبقى مجموع ثلاث عظام، عظمتي العضد اهو، بص عظمتين العضد اهم، خد بالك عظمته، والابره الداخل دي ابره الذراع، الابره اهي اهي دي الابره، مجموع العظام الثلاث. يبقى في بص اهي، بيجي حضرتك من العضد عظمتين كده، وبيجي من الذراع عظمه كده، زمان كنا عاملينها كده صح؟ اهي اهي يخشوا في بعض كده. العضد بقى مجموع العظام الثلاثه دول، خد خد من عبد الله واتكل على الله. بيقول لك مجموع عظمتي العضد اهو، في عظمتين جايين اهو من العضد،
ما عظمة جاية منين؟ ما عظمة جاية من الذراع اهو، ديت العضو ده اهو، العضو ده اهو، وادي العظمة اللي جاية من الذراع. مجموع العظمة دي مع العظمتين دول هم المرفق. ايه ده، الفقهاءنا دول جايبين ده كأن الشيخ الباجوري انكشف عنه الحجاب وشاف العظمتين والإبرة داخلة فيهم. يبقى اهو ثلاثة اهو، بصوا الإبرة اهي، ايوه اهو ثلاث عظام، ديت جاية من الذراع ودي جاية من الايه، من العضد، عظمتين. يبقى هو ده المرفق، والمرفق مغسول ويجب إدخاله في غسل اليدين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع على ذلك. طيب إن لم يكن له مرفق، هب أن خلق الإنسان بغير مرفق، قالوا يعتبر حينئذ قدرهما. بنشوف هو الإنسان المعتدل مرفقه كم يساوي طوله؟ أدي واحد، أنا معتدل طبعا، يعني حوالي 50 سنتي. يبقى الشخص ده يغسل إلى 50 سنتي، ويكون 50 سنتي آخرها هو المرفق الجعلي الذي ينبغي غسله. يبقى هذا نجعل له مرفقا للضرورة، لأنه خلق بغير مرفق. طب هب أنه قد قطعت يده إلى المرفق، قالوا خلاص سقط الغسل لسقوط المحل، ولكن يستحب أن يمس يعني رأس المرفق بشيء، ده قطع من فوق المرفق، مش المرفق نفسه، قطع من فوق المرفق. قالوا يستحب حينئذ أن يمس ما بقي بماء لئلا يخلو عضو من مسح أو غسل. ومسح بعض الرأس، ده الركن كام يا مشايخ؟ هذا هو الركن الرابع، أن يغسل بعض، أن يغسل، أن يمسح بعض الرأس، سواء كان الشخص الذي يتوضأ رجل أو امرأة أو خنثى، كل ذلك مما ينبغي أن يتناوله الأمر بالمسح، أو له أن يمسح بعض شعر واقع في حد الرأس، يمسح بعض شعرة تكون داخلة في حد الرأس، لأن الرأس اسم لما على وترأس، يعني يمسح حاجة جوه المحيط دوت. طب افرض ان كان شعره طويل، ولو مده هيصل الى متر ونص، يمسح فين بقى؟ ما هو ممكن بنت كده، هو انتوا يعني بتضحكوا عشان، طب انتوا ما عندكوش شعور، البنات عندها شعور، ومما يتجملن بشعورهن، بس الجمال في جوه القلب مش في الشعر. طب يمسحوا ايه؟ يمسحوا بعض الشعرة دخلت في حد الرأس، يعني ما تمسحش من بعد مثلا 100 سنتي، لأن ال 100 سنتي دي لو فردتها مش هتخش في حد الرأس. طب افرض فردتها ايه؟ في جهة مده، هو بيتمد انه ناحية الشعر، من طبيعته ان هو يبقى لورا كده، يبقى تمسح، يبقى ادي مثلا 25 سنتي، لأن 25 سنتي لما تيجي وتحطها من ورا كده اهو في جهة المد، ده جهة خلفية، لما تمسح، لما تضع شعرها وراءها كذا، وهذا يعني أشأن النساء إن هم ما بيشبوش شعرهم، ينزل كده على عينيهم ويمشوا بيه، لا ده هي بتبقى مرجعة شعرها لورا. طيب يبقى الداخل في حد الرأس قد إيه؟ 25 سنتي، اللي هو الشبر أو أكتر. ثواني كده، لو كانت رأسها كبيرة زي رأسي، آدي 25، صح كده؟ يبقى تمسح في محيط 25 سنتي. طب ما زاد وما خرج عن حد الرأس ما تمسحوش، ده هم قالوا كده، الفقه بيقول كده يا أخوان، بارك الله فيكم. طيب بعد كده ممكن بقى أنه يمسح بإيده، يعني ممكن يمسح بيه
مثلا بآلة معينة. ولذلك علماءنا من هنا يعني أجازوا، العلماء المعاصرون أجازوا اللي هي المكنة اللي بتوضي الواحد، في مكنة تقريبا للوضوء، آلة بتوضي الناس، سبحان الله، تاخدك كده وتوضيك. طب والنية انت اللي تنوي، مش المكنة. هو ينفع ان المكنة هي اللي تنوي؟ امال انت تبقى ايه؟ لان هو بص هنا بيقول لك ايه، عبارة لطيفة جدا، بيقول لك ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وغيرها. مش لازم ايديك هي اللي تمسح، ممكن الخرقة هي اللي تمسح. لا، هي ديت من فوائدها انها توفر الماء. شفت بقى، ما اتعرضت على دار الافتاء في عصر مولانا فضيلة الامام العلامة واجازها لما رأى من محاسنها. اول محاسن من محاسنها انها توفر الماء على المتوضئ. طيب وهل يجزئ غسل الرأس مكان مسحها؟ قالوا نعم، لأن الغسل مسح وزيادة. ده أنت بس المسح عبارة عن أن يعني يلمس الماء الرأس، لكن ده الماء الذي غسلها، ده لمسها وغمرها بالماء. طيب، طب افرض ان هو وضع الايد كده اهو، وضع يده هكذا ولم يحركها، يجوز، لان هذا هو مسمى المسح. ثم قال بعد ذلك وغسل الرجلين، وهذا هو الخامس من فروض الوضوء، الى الكعبين. طب والكعبين دول هم ايه؟ معروفين، يعني العظمان الناتئان اسفل الساق. عظمين ناتئين يعني بارزين أسفل الساق، هم دول الكعبين. والكعبان لابد من إدخالهما في الوضوء لقيام الإجماع وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إلى دي للغاية، والمغاية قد يدخل في الغاية وقد لا يدخل. يعني الكعبين ممكن يبقوا داخلين وممكن ما يبقوش داخلين، لأن دخول المغية في الغاية فيه خلاف طويل. لكن الذي دلنا على دخول المغية في الغاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع. وأرجلكم إلى الكعبين، ودي قراءة ليها مولانا، قراءة النصب وأرجلكم، وفي قراءة بالجر وأرجلكم، ولكنها ليست معطوفة على الرأس في هذه الحالة، فيها بقى تأويلات وتوجيهات أخرى. طب طبعا يعني وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا إذا لم يكن يعني أراد أن يمسح عليهما بشروطهما. وطبعا في كل رجل كعبين. والترتيب في الوضوء على ما ذكرناه، أي على الصورة التي ذكرت، بأن يبدأ مع النية بالوجه، ثم بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين، ثم يمسح الرأس، ثم بعد ذلك الكعبين. بهذه الصورة يتم الترتيب. والترتيب كما قلنا مستدل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا، أبدأ هذه رواية، وهذه الرواية على الإخبار، وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. ابدأوا بما بدأ الله به، هذا على سبيل الأمر الإنشائي، وهو وارد أيضا في الحج، ولكن كما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فخصوص السبب هو الحج، إلا أنه يعني يستدل به في الحج ويستدل به في غيره.
من الوضوء ونحوه. طيب هذه هي الستة فروض وسننه، يعني هذه الأفعال إذا قام بها الإنسان أثيب عليها، وإذا لم يفعلها لم يأثم ولم يعاقب ولكن قل ثوابه فيها. التسمية يعني أن يأتي بالتسمية أول الوضوء، وقد ورد في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وعلماؤنا قالوا بأن النفي هنا متوجه إلى الكمال لا إلى الصحة. لا وضوء أي لا وضوء كامل، ونفي الكمال معناه أنه نقص من الثواب بقدر ما ترك. وورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمى وهو يتوضأ، توضأوا بسم الله، أي توضأوا قائلين بسم الله. والذين روى وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمي عند الوضوء، مع حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر أقطع أدذم، ثلاث روايات. ما هي الهيئة والكيفية التي يأتي بها في التسمية؟ قالوا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أكملها وأكثرها ثوابا. فإن قال بسم الله حصل أصل التسمية وإن لم يحصل كمالها. قالوا إذا ترك التسمية أول الوضوء، قالوا يسن أن يأتي به ما لم ينتهي من الوضوء. هل النهاية من الوضوء تكون بالانتهاء من غسل الرجلين أم بالانتهاء من الدعاء؟ التحقيق على أنها بالانتهاء من الدعاء، حيث إن الدعاء من توابع الوضوء وما زال التابع يعني موجودا، فإن يعني آثاره تكون موجودة. طيب ثانيها غسل الكفين. غسل الكفين يعني إلى الكوعين، أهو لغاية هنا كده، غسل الكفين لغاية هنا. طيب وغسل الكفين إلى الكوعين يكون قبل المضمضة، يعني قبل أن يتمضمض وقبل أن يستنشق. وهنا ينبغي علينا أن نزيد تفصيلة لطيفة كده، وهي أن غسل اليدين إلى الكفين إن لم يكن قد يعني استيقظ من نومه هي سنة بمفردها، وإن كان قد استيقظ من النوم فإنه يسن له ألا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذه سنة بمفردها. هب أنه استيقظ من النوم، ما الذي عليه؟ شيخ البجور هنا بيقول لك يغسل ست مرات، ثلاثة عن، وهذا هو التحقيق، ثلاثة عن ثلاثة التردد بيسموها كده، ثلاثة التردد وثلاثة غسل اليدين إلى المرفقين. إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه سنة بمفردها عند التردد، يا ترى إيدي فيها إيدي عليها، اغسلها حتى تدفع عن نفسك التردد. طيب بعد ما اغسلها ثلاثة عن التردد اغسلها ثلاثة أخرى عن الوضوء، فهما سنتان منفصلتان المطلوب فيهما ست غسلات. بعضهم قال لا، ده إن كان قائم من النوم تبقى ثلاثة وتبقى هي ديت المطلوبة، ويبقى غسل اليدين إلى الكفين ليست مطلوبة، وإن لم يكن قد قام من النوم وتيقن أنه لم تمس يده هنا ولا هناك يبقى حينئذ يعني يغسلها
عن الوضوء. لكن التحقيق كما ذكر الشيخ الباجوري أنها مطلوبة بطريقين منفصلين وتغسل 6 مرات، 3 التردد و3 الوضوء. اقرأ مولانا عندك. قوله ويغسلهما 3 إلى آخره، هذه سنة أخرى غير سنة الوضوء. الله. ولذلك قيدها الشارح بقوله إن تردد إلى آخره، فإن سنة الوضوء لا تتقيد بذلك، بل يسن غسلهما 3 ولو تيقن طهرهما. يسن غسلهما للوضوء 3 حتى وإن تيقن أنهما طاهرتين. إزاي تيقن؟ يعني قام الصبح قبل ما يروح الشغل غسل إيده بالصابونة وغسل وجهه زي ما أنا بعمل كده أما بروح الشغل، وجه الظهر أذن فدخلت عشان أتوضأ، أنا متيقن إني أنا غسلهم لأن أنا الصبح غسلتهم بالصابونة، فأنا متيقن من طهرهما. يسن حينئذ أن أغسلهما في أول الوضوء 3 لأن هذه سنة الوضوء. ها؟ فالحاصل أنهما مسألتان مستقلتان. استوعبوا المسألة دي، لو قرأتم في كتب الفقه هتختلط عليكم. الشيخ الباجوري حقق ودقق ونقح هذه المسألة. نعم، يمكن اجتماعهما كما إذا أراد الوضوء من إناء فيه ماء دون الكلتين وتردد في طهر كفيه، فيسن غسلهما 3 قبل إدخالهما الإناء لأجل تردده في طهرهما. هذه 3 عن التردد. ويسن غسلهما 3 للوضوء أيضا خارج الإناء أو داخله. يبقى دي 3 بتاعت الوضوء، يبقى في 3 التردد و3 إيه يا مولانا؟ 3 الوضوء. جميل، كلام رائع. هذا إن أراد الأكمل. هذا إن أراد الأكمل، يعني أراد السنة التي يحصل فيها على أعلى درجات الثواب. وإلا كفى غسلهما 3 عن السنتين. وإن أراد أن يغسلهما 3 وينوي بهما السنتين معا جاز، ولكن ثواب هذا أقل. كمل. فقول المصنف قبل إدخالهما الإناء، ده بيناقش بقى عبارة ابن قاسم الغزي وإحنا ملناش دعوة بابن قاسم. يلا خلصنا من دي. قبل إدخالهما الإناء خلصنا من والمضمضة. والمضمضة مكانها تكون بعد غسل الكفين، فغسل الكفين أول السنن، وينبغي وهو يغسل الكفين أن ينوي بقلبه أنه يأتي بالسنة، لأنه لو غسل بدون نية لما أثيب عليها، فلا بد وأن تشتغل يده بالغسل وقلبه بالنية ولسانه بالتسمية عشان تبقى ماشية كده سجعية. ماشي ولا قاعد؟ طب والمضمضة ايه هي بقى المضمضة؟ قالوا المضمضة هي عبارة عن وضع الماء في الفم حتى وإن لم يدر الماء في الفم، حط المية كده ومجها تاني ولم يدرها في الفم، ده أقل ما يحصل به المضمضة لأن هذا هو معناها اللغوي. طب وضعها وأدار الماء في حلقه وإلى أعلى، يعني أدار الماء في فمه بلاش حلقه، وأداره إدارة يعني شديدة، حصل أعلى درجات المضمضة. قال بعد ذلك والاستنشاق. الاستنشاق يحصل بوضع الماء في الأنف، سواء أخذه بمناخيره بأنفه أم لا، لكن هو لما أعلى بقى درجات الاستنشاق أن يجذب الماء ويسحب الماء بخياشيمه،
لأن ديت الأنظف والأعلى. وسواء يعني مجه ونثره أم لا. طيب قال والاستنشاق، والاستنشاق سنة من السنن. والمطلوب السنة فيهما ما لم يكن صائما أن يبالغ فيهما. في حديث لقيط ابن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وينبغي أن يبالغ فيهما ما لم يترتب عليهما ضرر. هب إنه عنده مشاكل في من في أنفه، عنده الجيوب الأنفية وعنده حساسية في الأنف، ما تبالغش لأنه لا ضرر ولا ضرار. وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي فلا تبالغ فيها. وهنا أيضا تكلموا على مسألة المضمضة وما هو المطلوب في المضمضة. هل إن هو يعني يغسل يتمضمض بست غرفات، ثلاثة يستنشق بيهم وثلاثة يستنثر بيهم على الانفصال أم لا؟ صور متعددة فيها، في طريقتين عندنا، في طريقة عندنا اسمها الفصل وفي طريقة عندنا اسمها الجمع. الجمع إنه هو يعني يأتي بغرفة يستنشق منها يتمضمض منها ثم يستنشق، أدي غرفة. غرفة تانية يتمضمض ثم يستنشق، غرفة تالتة يتمضمض ثم يستنشق، الفصل يتمضمض بست مرات، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق. والأصح طريقة الجمع لا طريقة الفصل، وإن كانت طريقة الفصل يعني أكثر في النظافة وأيسر. هات بقى كلام الشيخ كده بيقول عندك إيه، لأنه قايل في الكيفيتين كلام لطيف في الاثنين، في طريقة الفصل والوصل والجمع. معاك المنهاج هنا؟ هات المنهاج. قوله والجمع بين المضمضة والاستنشاق إلى آخره، ضابط الجمع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة. أي ضابط الإيه؟ الجمع، أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة. غرفة والتانية يسحب كده. يبقى هي دي ايه؟ مش عليك والله. دي ممزحة يعني. يبقى غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق منها، يبقى اسمها ايه؟ الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وهذه هي الطريقة الراجحة. مع بعض مولانا ولا اولا يلقي ما؟ لا اهو ده بيقول لك من غرفة واحدة. أيوة. يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يأخذ كده على طول ولا يأخذ أولا ثم إزاي على طول كده يعني؟ إزاي تيجي يعني؟ لا لا لا، دي ممكن تبقى في أفلام الكرتون. ضابط الجمع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، وفيه ثلاث كيفيات. أهو واحدة اهي مضمضة واستنشاق، وديت فيه ثلاث كيفيات في الجمعة. الأولى أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف. ماشي. يتمضمض من كل منها ثم يستنشق، وهي التي اقتصر عليها الشارح لأنها الأفضل. واحد يتمضمض، ثلاثة وبعد ذلك يستنشق ثلاثة. كده هو كده هو كده هو بس كده يلا. الثانية وديت بقى أفضل ليه؟ لأنها قليلة في استعمال الماء. قل لهم تاني الكيفية دي. الأولى أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق، وهي التي اقتصر عليها الشارح لأنها الأفضل، اللي احنا ذكرناها الأول ديت. اللي احنا ذكرناها الأول، ثلاث غرف يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، هذه هي التي ذكرناها. أما التانية دي كيفية أخرى، لكن التي ذكرناها له ثلاث غرفات يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض ثم يستنشق. قولها تاني كده بقى لطيفة كده. الأولى أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق، وهي من كل منها أولا وثانيا وثالثا. غرفة واحدة هي
ثم غرفة ثانية ثم غرفة ثالثة. الأولى مضمضة واستنشاق، الثانية مضمضة واستنشاق، الثالثة مضمضة واستنشاق، وهذه هي أفضلها، وعليها اقتصر الشارح الغزي. الثانية أن يتمضمض ويستنشق بغلفة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك. أهي واحدة أهي، يتمضمض أدي أولى، الثانية الثالثة، وهكذا واحد اثنين ثلاث، واحدة بس. غرفة واحدة أهي، اقرأ تاني. الثانية أن يتمضمض، ما بكيش عليك المضمضة، الحمد لله والمضمضة بركة، يلا. الثانية أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض بغرفة واحدة أهي، خلي بالك. قول بقى أن يتمضمض ويستنشق بغرفة أهي، واحدة أهي، كمل يلا. يتمضمض منها ثلاثة، يبقى واحد أو كده بقى مرة، عشان كده تعب الراجل. والثانية والثالثة وبنفس الغرفة يأتي بثلاث استنشاقات. بس المشكلة هنا إن المية بتبقى في غرفة واحدة ما بتنظفش أحسن. الأولى بتنظف أحسن لأنهم ثلاث غرفات، واخد بالك، فبتديني مساحة أكتر. ها فهمت؟ مش الكرتون كده. ازاي بس؟ المهم الحاجات اللطائف دي لازم انت تفهمها عشان تعرف تتوضى صح. اي يتمضمض ويستنشق بغلفة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك. نعم. الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة، وهكذا. مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق. اقرأها تاني كده. الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة، وهكذا. يبقى هي واحدة، ولكن تبقى مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق، عكس الأولى. الأولى ثلاث غرفات، الثانية لا، غرفة واحدة. واضحة جدا وجميلة. فهمتم الثلاث صور؟ ثلاث صور، الأولى ثلاث غرفات، الغرفة الأولى للمضمضة ثم الاستنشاق، والثانية للمضمضة ثم الاستنشاق، والثالثة للمضمضة ثم الاستنشاق. الصورة الأولى، الثانية وكله جمع، بس الجمع له ثلاثة صور. الثانية بنأتي بغرفة واحدة، وماذا نصنع بها؟ نتمضمض ثلاثا ثم نستنشق ثلاثا، دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، غرفة واحدة، مضمضة استنشاق، مضمضة استنشاق، مضمضة استنشاق، هذه الثلاث صور للجمع. أفضلها أولها، من حيث إنها أكثر نظافة من غيرها. يلا يا مولين، انتهى؟ ماشي، فهمنا الثلاث صور. اسمها صورة الايه؟ الجمع، وهي مقدمة على الفصل. بارك الله فيكم. قال بعد ذلك: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، ومسح جميع الرأس. من السنة أن يمسح جميع الرأس. هنا في الشرح بيقول في بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، وأما مسح بعض الرأس فمسح بعض الرأس هو الواجب، حتى ولو كان شعرة واحدة في حدود الرأس. العلماء قالوا بأن وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للتبعيض، للبعض، والباء ورود الباء للتبعيض، هذا مما أقام أصحابنا عليه الأدلة من اللغة على أن الباء تأتي للتبعيض، فالباء هنا للتبعيض، يعني فامسحوا بعض رؤوسكم. والذي دلنا على أن المراد بعض الرأس هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وأكمل على العمامة،
والناصية ما هي إلا بعض. طيب، وطبعا عندنا أدلة أكثر من هذا، عندما نقرأ في كتاب مطول أكثر من هذا نبدأ نتناول الأدلة بأكثر من هذا. وطبعا مسح كل الرأس واستيعابها بالمسح فيه خروج من خلاف الإمام مالك الذي أوجب مسح كل الرأس، والخروج من الخلاف مستحب، ولأن الغالب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغسل رأسه، كان يمسح رأسه. وكيفية المسح طبعا لها كيفية معينة ما ذكرهاش هنا، كيفيتها بسيطة. حضرتك ستضع يعني دولت اسمهم ايه؟ السباب او المسبحة، تاني بلا السباب، سبابة يعني بتسب وتشتم، احنا مش عايزينها كده، عايزينها تسبح في الصلاة كده بتوقفه، لا كده ده بتاع الاخوة كده احنا الشافعية، وان كان في بعض الروايات لكن احنا ما قدمنا الرواية الثابتة على المتحركة. ستضع السبابتين على أعلى الرأس هكذا، وتجعل الإبهامين في صماخي الأذن، وتذهب بهما أهو، خلي بالكم بس في شوية شعر أبيض كده، فحضرتك بتأتي بالسبابة على السبابة هكذا وتجعلها على أعلى ها رأسك على أعلى الجبهة، وتضع الإبهامين هكذا في الصماخين، وتذهب بهما إلى قفاك، ثم تعود بهما مرة ثانية. وهذه الكيفية تستوعب الشعر بالمسح إن كان ينقلب، وإن لم يكن له شعر ينقلب فلا يفيد، يبقى هي كده هو ومش هيرجع خلاص ما مالوش شعر ينقلب. الرجوع ده بيعمل ايه؟ بيمسح الوجه الثاني من الشعرة، مش الشعر اللي انا عندي شعرة يقول لك انا عندي شعرة ساعة تروح وساعة لا، واخد بالك الشعرة دي ليها وش كده وليها ظهر كده، لما تروح الى القفا يبقى انت بتمسح ايه؟ بتمسح دي، لما بتيجي بقى من القفا الى ما بدأت به بتمسح الناحية التانية. يبقى استوعبت الشعرة ولا ما استوعبتهاش؟ استوعبتها. طيب قال بعد ذلك، خلاص كده عرفنا كيفية المسح اخوانا ولا لا؟ قال ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، اهو ظاهرهما لأن أصلها كانت كده، وباطنهما أهو كده، وهقول لكم على كيفية وباطنهما بماء جديد، وأن يكون بماء جديد غير الماء الذي استعمل في مسح الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه اهو كده. طيب وبعد كده اهو، عشان احنا رحنا للرجلين، ويديرهما على المعاطف، الصماخين ودير الصماخين على المعاطف والمنقلبات، وخلي الابهام يمسح اللي بره هكذا. يبقى أن يدخل مسبحتيه في صماخي ويديرهما على المعاطف، ويمر إبهامهما على ظهورهما. طيب أهي صباعين هم، حطهم هنا بس، حطهم هنا بالراحة بدل ما تخش بيهم جوه لغاية الطبلة تعمل مشكلة، بالراحة على نفسك، يبقى هو كده هو وتلف بيهم على المعاطف، تمررهم على كل المعاطف من جوه. شوف الإسلام بينظفك إزاي ظاهرا، ونظفك باطنا بالتصوف، وبالإبهام يدير على بر كده هو، يبقى استوى، ويبل يديه ويمسح بهما هكذا.
يبقى كده يعمل ثلاثة وكده ثلاثة. قال ويفعل هذا يبل يديه ويضعهما هكذا ثلاثا استظهارا، يعني طلبا لظهور وصول الماء إلى كل الأذن ظاهرا وباطنا. بارك الله فيكم. وتخليل اللحية الكثة بمثلثة، كثة مش كتة، واخد بالك؟ هي اللحية كثة يعني إيه؟ يعني كثيفة من الرجل. أما لحية المرأة الخفيفة، طبعا لحية المرأة الخفيفة ما فيش دلوقتي امرأة لها لحية الحمد لله يعني هتمشي بلحيتها ازاي؟ لكن في صور نادرة جدا رأينا أن المرأة فيها لها لحية ما تضحكوش. قال وأما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهم. طبعا لازم تخليلها لأن ده نادر، والنادر يلحق بالكثير الغالب. كثير الغالب ألا يكون لها لحية، وإذا لم يكن لها لحية يجب عليها أن تغسل يعني وجهها ويصل الماء إلى البشر. طب لو بقى لها لحية تلحق بمن لا لحية لها في وجوب الغسل، والخنثى كذلك. طيب وأما تخليل اليدين مفهوم، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، تخليل أصابع اليدين والرجلين يعني أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء اليدين. تبقى تخلل الإيدين كده بالتشبيك، تخليل اليدين يكون بالتشبيك، وتخليل القدمين يكون كذلك بالتشبيك على طريقة معينة ذكرها علماؤنا وممن ذكرها الإمام الغزالي ونقلها العلماء منه. قالوا هذا إن وصل الماء إلى اليدين و الرجلين بغير تدخل، فإن لم يصل الماء إلا بتدخل بالأصابع أو بتدخل بطريقة أخرى وجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. بارك الله فيكم. قال وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك والرجلين بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل، ودي بقى ليها طريقة معينة، اقراها عندك كده يا مولانا. قوله بأن يبدأ إلى آخره فهو بخنصر، من خنصر إلى خنصر، أي خنصر أهو فين الرجلين، هيبدأ من خنصر الرجلين الرجل اليمنى وينتهي بخنصر الرجل اليسرى. ها أي فهو بخنصر يده اليسرى مبتدئا اليسرى، هو يبتدئ بخنصر اليمنى، اليمنى من قدمه، الخنصر اهو، يبقى يرفع رجله اليمنى هكذا ويضع خنصره ما بين الخنصر والاصبع الذي يليه، خنصر والبنصر يعني، ده اسمه الخنصر وده البنصر وده الوسطى وده السبابه وده الابهام. خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام، بيسموه سبابة لأنه غالبا يشار به عند السب، وسموه مسبحة لأنه بيسبح بيسبح. ها فهو بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر رجله اليسرى. بس هو هيبدأ، تصور أن هذه هي القدم وهذه هي القدم، هيعمل ايه؟ هيأتي بخنصر يده اليسرى ويدخل الماء، يدخل الخنصر ما بين الخنصر والبنصر هكذا مع وضع الماء، ثم بعد ذلك ينتقل من الخنصر إلى الوسطى ومن الوسطى إلى السبابة، كل ده بالخنصر زي ما مكتوب عندك، ثم بعد ذلك ما بين الخنصر وبين السبابة، وبعد ذلك اهو الثاني اهو كده ابهام سبابه وسطى خنصر بنصر. بس من فوق مش من تحت. من فوق، وعندك من فوق ولا من، لا من اسفلهما، من اسفلهما يا مولانا. لا من الاسفل مش من تحت مش من فوق، لا يا بابا
سيحتاج إلى قلب الرجل يقلب نفسه حتى لو يتشقلب زي القرد. أهي من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر أهو من أسفل الرجل أهو. يا ابني أنا دارس ما تلخبطنيش الله يكرمك. اللي قاعد بيدرس ده عايز يركز. طيب قال بعد ذلك ما خلصتش لسه السنن. نخلص السنن والنوبة اللي جاي نبدأ معاكم بالاستنجاء. درسوكم لطيف ولذيذ. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى. أي ويسن كذلك أن يقدم يمناه على يسراه. هذا في غير العضوين اللذين يسهل غسلهما معا، يعني كالخدين، خدين اغسلهم مع بعض، العينين اغسلهم مع بعض، الأنفين اغسلهم مع بعض ما فيش مشكلة، لكن اليد ابدأ باليمنى، القدم ابدأ باليمنى، وهكذا. قال والطهارة ثلاثا يعني وأن يتطهر ثلاثا في كل عضو مغسول وكذلك الممسوح. فيسن كذلك أن يمسح رأسه ثلاثا كما ورد في الحديث. والموالاة يعني وأن يوالي بين أعضاء الوضوء بحيث لا يجف العضو الذي بعده مع اعتدال الزمان والمكان والمزاج والشخص، يعني أن يكون بين كل عضو وما بعده بتقدير كذلك الممسوح مغسول. يعني أنا مسحت رأسي وبعد ذلك هقوم بغسل رجلي، ما هو الزمن الذي يفوت به الموالاة؟ الزمن الذي يفوت به الموالاة فيما إذا كانت رأسي مغسولة وجفت رأسي قبل أن أغسل رجلي مع اعتدال الزمان، ما يكونش الزمان شديد الحرارة، لأن مع شدة الحرارة إيه اللي بيحصل يا مشايخ؟ الرأس بتجف بسرعة، وما كنش طبيعتي أنا حارة، يعني أنا على طول كده طبيعتي حارة، يعني جسمي بيسخن بسرعة فبيؤدي إلى جفافي. لا أنا مش كده، أنا هادي، واخد بالك؟ هادي جدا، مع إلا ما حد يحضر لي عفريتي، واخد بالك؟ لو أنا جسمي بيسخن بسرعة هيجف رأسي بسرعة، لكن لا أجعل كأنني لا يعني أسخن بسرعة، أو المكان مش مكان شدة الحرارة، مكان معتدل الجسم في الطبيعة الحرارية، ومعتدل كذلك الزمان، ومعتدل المزاج، لأن أحيانا الإنسان لما يكون متنرفز ومتعصب ووشه محمر ولا حاجة بيجف ماؤه بسرعة. يبقى ما هو القدر الذي يفوت به الموالاة؟ أن يجف العضو الذي بعده، أن يشرع في العضو الذي بعده مع جفاف العضو الذي غسله قبل، مع تقدير المغسول الممسوح مغسولا، واعتدال الزمان والأشخاص والمزاج. طيب خلصنا كده من هذا في سنن، وهناك بقى في المطولات سنن أخرى، انت خدتم 10 سنن. بعد ذلك قال فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط، ونجعل الاستنجاء في حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الوضوء كما ترون يعني مسائله كثيرة شوي.